السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة بنطلب من حضراتكم الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. ندخل في الموضوع على طول. موضوع النهاردة عن السيلينيوم وفوائده للحمام. يتميز السيلينيوم بأن له تركيبة متوازنة لتقوية الجهاز المناعي للطيور، يعني ينفع برضه زي ما حضراتكم بنقول ان هو مقاوم مناعة بعد الدواء ده، بعد المضادات الحيوية، سواء المضادات الحيوية دي او اي مضادات حيوية تانية. بيعمل كمان بفايدته زيادة معامل التمثيل الغذائي، يعني الطائر لما ياكل يستفيد من الاكل اللي بياكله، يرفع كفاءة المناعة، الكفاءة المناعية للمبيض، يرفع الكفاءة المناعية للمبايض، قناة البيض، يعني فيزيد معدل انتاج البيض، يعني بيزود انتاج البيض، او وبيساعد كمان ان البيض ما يطلعش فارغ زي ما حضراتكم شفتم وانا بفرز البيض، بيبقى فيه بيضه وبيضه على طول، ادي سيلينيوم من ده. الجرعه ان انا بدي 1 سنتي على 1 لتر، من 2 لـ3 ايام، من 2 الى 3 ايام. ولو حضرتك لقيت ان لسه البيض عندك بيطلع فارغ بعد مدة، ممكن تكرره تاني بعد شهر او حاجة زي كده. الزجاجة دي انا بشتريها بـ20 جنيه، ده مش من ما بفضل ده دايما، ده ان ده النوع المستورد، ما بشتريش العبوة الصغير برضو زي ما حضرتكوا عارفين، بشتري بالسنتي. الا اذا كنت لو انت محتاج عبوة كبيرة تشتري العبوة الكبيرة كلها على بعضها. إذا كان حمامك بيبيض البيض فارغ أو بيبيض بيضة واحدة أو بيبيض على فترات متباعدة، السيلينيوم هيخليه ما يبطلش بيض، هيبيض على زغليله أهو زي ما حضراتكم شايفين، أهو هنا، أهو أدي الزغلول أهو، والبيض أهي، أهو البيضة حضراتكم والزغليل معاها، أهو أهو الزغليل معاها، طيب أهو من هنا أهو مع البيض. الحمام بيبيض على زغليله لما بياخد السيلينيوم ده ان شاء الله. وان شاء الله كمان ان البيض يكون مخصب، يعني البيض على زغليله يكون البيض مخصب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.